تامينهم القنبله طبعا مش معقوله تبقى محطوطه قبل وهم موجودين، دي محطوطه قبل وقبل هم ما يجوا طبعا، لان طبعا لو كان حطها كانت بانت. بس مع العلم ان هم عارفين هنا انه كم مره يعدوا مظاهرات ومشاكل زي كده، دول برضه بايه عارفين ان هم في حالات انفجارات يعني وكلام زي كده، هم عارفين ان في هنا تامين يعني متعمدين. الناس اللي هنا الاصابات اللي انت شفتها كانت قد ايه؟ كان خمس افراد كده توفوا، والظابط وفي اتنين امناء شرطه، دول متبهدلين كله يعني مفيش حد مدني خالص، كله شرطه، كله شرطه. لان في الوقت ده مفيش مدني جنب السور، كل اللي جنب السور هنا عربات الشرطه وامناء الامناء والظباط اللي قاعدين هنا. كان الساعه كام بالظبط الانفجار ده؟ الساعه 9 بالظبط. شكرا.